السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، والذي نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. العرب اللندنية قالت المالكي يحرك من وراء الستار شبكة التحالفات لإسقاط رئيس البرلمان. في المدى تعديل قانوني يجيز منح رواتب تقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات الملغية. أما في الزمان تجاذبات بين القوى الكردية محورها إيرادات النفط والمنافذ الحدودية. في الشرق الأوسط غارات نهارية على ميليشيات إيران شرق سوريا. في صحيفة القدس العربي اليمن انهيار الوضع العسكري في أبين يعرقل تشكيل الحكومة الجديدة. الخليج الإماراتية قالت ترامب يقترب من الإقرار بالهزيمة ومغادرة البيت الأبيض. وأخيرا في العربي الجديد، فرنسا مقتل شخصين وإصابة ثالث في اعتداء مزدوج. أهلا بكم. قالت صحيفة إنديبندنت عربية إنه في خضم محاولات العراق الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، تواجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحديات عديدة فيما يتعلق بتوفير الأجواء الملائمة لاستقطاب الاستثمارات في البلاد نتيجة الإشكالات الأمنية والتجاذبات السياسية وتفشي الفساد. ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن المستثمرين الأجانب يخشون من تفشي الفساد وانفلات السلاح والاحتكار الذي تمارسه جهات سياسية في البلاد. يبدو أن توجه الحكومة العراقية إلى فتح باب الاستثمارات أو صياغة تفاهمات مع الدول الأجنبية والعربية غير كاف لنشوء تلك الاستثمارات، إذ يعاني العراق منذ سنوات بيئة استثمارية غير آمنة تسببت بها عوامل عدة، على رأسها الفساد وانفلات السلاح واحتكار جهات سياسية النشاط الاقتصادي في البلاد. ويعد غياب الإرادة السياسية وسيطرة جهات حزبية على النشاط الاستيرادي في البلاد الذي يصل إلى حدود 60 مليار دولار سنوياً المعرقل الرئيس أمام نشوء استثمارات أجنبية في العراق بحسب محللين اقتصاديين. ومع تصاعد الحديث عن الاستثمارات الأجنبية في العراق فضلاً عن توصل بغداد إلى تفاهمات اقتصادية غير مسبوقة مع الرياض، قادت جماعات موالية لإيران حملة لتهديد تلك التفاهمات، وتأتي تلك التهديدات بعد أيام على حديث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن حملات تشكيك وشائعات تهدف إلى تعطيل أي تفاهمات بين بلاده ودول أخرى، وتشن منصات إعلامية مرتبطة بالفصائل المسلحة فضلاً عن شخصيات سياسية وميليشياوية بارزة مقربة من إيران هجوماً منذ أيام على أي تفاهمات محتملة بين بغداد والرياض. ويرى مراقبون أن تلك التهديدات وحالة الفوضى الأمنية التي تعيشها البلاد تعد أحد أكبر معرقلات الاستثمارات الأجنبية بشكل عام. الصحيفة تنقل عن مراقبين قولهم إن صناعة الميليشيات الموالية لإيران مصدات أمام الاستثمارات الأجنبية في العراق لا تقتصر على الدوافع الطائفية فحسب، مشيرين إلى أن ما يدفع تلك الجماعات إلى الاعتراض على اتفاقات حكومة الكاظمي مع الرياض هي المخاوف من عقد اتفاقات تتجاوز حدود المصالح الإيرانية وتقلل من هيمنتها على الاقتصاد العراقي. اتهم مسعود البرزاني النواب الشيعة والسنة في مجلس النواب بأنهم طعنوا مرة أخرى ظهر الشعب الكردي، وليس صعبا على العراقي اللبيب أن يفهم قصده بعبارة مرة أخرى.
إبراهيم الزبيدي يقول في صحيفة العرب اللندنية إن مسعود البرزاني وبحديثه عن سياسة الطعن في الظهر يفتح على نفسه وعلى حزبه وعلى إخوته في الجبهة الكردستانية أبواب التاريخ القديم، وصولا إلى أيام الغزو الأمريكي وكتابة الدستور واقتسام الغنيمة مع حلفائه الإسلاميين الغدارين. لو كانت الأمور كلها بيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفصل قانون الاقتراض الأخير على هوى الرئيس مسعود البرزاني ومقاس حكومته، ولما جعله يخرج عن طوره ويشتم نواب الشيعة والسنة ويتهمهم بأنهم طعنوا حلفائهم الكرد في ظهورهم، ولكن عينه بصيرة ويده قصيرة أمام إرادة السفير الإيراني والميليشيات الشيعية الحاكمة في بغداد وملحقاتها السنية وغيرها. ليس من صالح مسعود البرزاني أبداً أن نستعرض العلاقة بين قيادات الأحزاب الكردية وليس الشعب الكردي وبين حلفائها من أيام شاه إيران وحافظ الأسد ثم أيام مؤتمرات المعارضة العراقية، بدءاً بمؤتمر فيينا الأمريكي وزعيمه الراحل أحمد الشلبي وصولاً إلى يوم الاستفتاء الشهير الذي كسر السد الترابي الذي كان قائماً بينه وبين حلفائه وفرق بينهم. لقد تحالف الديمقراطيون الكرد كما يحلو لهم أن يسموا أحزابهم مع أكثر الأحزاب الدينية العراقية رجعية وطائفية، وهم يعلمون علم اليقين بأنها إيرانية التوليد والإرضاع والتنشئة دون أن يتوقعوا انفكاك عرى ذلك التحالف عاجلاً أم آجلاً. وها قد تحقق ذلك الانفكاك حين انتهى زمن انبطاح حكام المنطقة الخضراء أمام مطالب الحليف الكردي التي لا تنتهي ولا تحتمل. يختتم الكاتب بالقول إن السؤال المهم أخيراً، هل يستطيع أحد من قادة الأحزاب الحاكمة في كردستان العراق اليوم أن يقرر خلع حلفائه الذين طعنوه في ظهره ثم يعتمد على نفسه وعلى موارده ويعلن الاستقلال؟ أقر البرلمان الحالي قانون الاقتراض ومعالجة العجز المالي وسط خلاف وانسحاب للكتل الكردستانية، مما يدل على مدى الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالعراق وحالة دون توزيع رواتب الموظفين لأكثر من شهر. جواد العطار يتساءل في موقع ميدل إيست أونلاين، هل كان قانون الاقتراض حلاً أم خطأً آخر من مسلسل العجز الإداري وباباً جديداً من أبواب الفساد؟ لا يعقل أن نبيع نفطاً لنأكل ونوزع رواتب شهرية لجيوش من الموظفين يقدرون بالملايين. هذا ما كانت تفعله كل الحكومات منذ عام 2003 وإلى اليوم. جيوش الموظفين في تزايد مستمر بسبب الزيادة السكانية أولاً وتضاعف عدد الخريجين سنوياً ثانياً. فهل يعقل أن تدار العملية بهذه الطريقة دون وضع علاج ناجح لهذه الإشكالية حتى وصلنا إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتسديد الرواتب ومعالجة العجز المالي؟ إن سوء التخطيط في إدارة الموارد أولاً والفساد المالي والإداري ثانياً والرجل غير المناسب في المكان المناسب ثالثاً وعوامل أخرى مثل الاحتلال والإرهاب والمحاصصة رابعاً، كلها كانت عوامل حاسمة في تبديد الثروات وطرد الاستثمارات ونهب خيرات البلاد حتى أفلست الحكومة وكاد مخزون العراق من العملة الصعبة على باب النفاد، وأصبحت الدولة عاجزة عن سداد التزاماتها تجاه موظفيها ومواطنيها لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية الحديث. إن تشريع قانون الاقتراض ومعالجة العجز المالي ما هو إلا تأجيل لمشكلة كبيرة وتهرب عن مواجهة الواقع المر والإقرار بالفشل. فالبرلمان أخفق في دوره الرقابي على السلطة التنفيذية وأصبح متهاوناً معها في إخفاء الحقيقة حتى يعطيها فرصتين للاقتراض في أقل من عام. الكاتب يرى أن هيبة الدولة أصبحت اليوم على المحك بمستويين داخلي وخارجي، فداخلياً تسقط هيبة الدولة في نظر مواطنيها عندما تعجز عن سداد التزاماتها تجاههم من رواتب وحصة تموينية وخدمات أساسية، وخارجياً تفقد الدولة فعاليتها في محيطها الإقليمي والدولي عندما تعلن إفلاسها وعجزها عن معالجة مشاكلها المالية الداخلية.
تسود حالة من التفاؤل في الشارع العربي منذ الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأسبوع الماضي. خليل العناني يرى في صحيفة العرب الجديد أن هناك ثمة إفراط في هذا التفاؤل، على الأقل لدى بعضهم، بأن المنطقة سوف تشهد تغيراً جذرياً يقطع فيه بايدن مع إرث ترامب الثقيلة. من غير المتوقع أن تحتل المنطقة العربية أهمية كبيرة في توجهات السياسة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن بوجه عام، ومرد هذا الأمر إلى أسباب عديدة يتعلق بعضها برؤية بايدن، والتي لا تختلف كثيراً عن رؤية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للساحة العالمية ولمساحات الصراع الدولي وملفاته، الملفات التي قد تسيطر على أجندة بايدن في المنطقة العربية: العلاقة مع إيران، العلاقة مع إسرائيل. بالنسبة للملف الأول، ربما نشهد تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه إيران، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة العقوبات التي فرضها ترامب طوال السنوات الماضية. فمن المتوقع أن يعيد بايدن الولايات المتحدة إلى الاتفاق، ولكن مع فرض شروط جديدة لضمان عدم تخصيب إيران اليورانيوم، وذلك مقابل رفع العقوبات عنها ولو جزئياً. وفيما يخص ملف العلاقة مع إسرائيل، خصوصاً مسألة حل الدولتين والتطبيع مع الدول العربية، من غير المتوقع أن يكون هناك دور أمريكي حاسم أو مختلف في المسألتين. فعلى الرغم من تبني بايدن مسألة حل الدولتين ورفضه المحاولات الإسرائيلية فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين، إلا أنه من غير المتوقع أن يتخذ إجراءات فعلية تردع إسرائيل أو تمنعها من تنفيذ خطتها بضم أجزاء من الضفة الغربية. الكاتب يدعو المتفائلين في العالم العربي إلى أن يحذروا من المبالغة في تفاؤلهم من إدارة بايدن وما يمكن أن يقوم به في المنطقة، فإذا كان صحيحاً أن عدد الأشرار في العالم سوف ينقص بسبب رحيل ترامب عن السلطة في أمريكا، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الأخيار سوف يزدادون مع وصول بايدن إلى السلطة. قالت مجلة فورين أفيرز الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبنت نهجاً عدوانياً تجاه أمريكا اللاتينية، مما تسبب في نتائج عكسية حيث توحدت حكومات المنطقة من جميع الأطياف ضد واشنطن. وذكرت المجلة أنه قبل عامين أطلق جون بولتون، الذي كان آنذاك مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، على الأنظمة الاستبدادية في كل من فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا اسم توريكا الاستبداد، وواجه الدول الثلاث بفرض عقوبات قاسية وبتبني خطاب التهديد. المجلة اعتبرت أن سياسة إدارة ترامب العدوانية تجاه دول أمريكا اللاتينية دفعت قادة المنطقة للبحث عن شركاء آخرين يمكنهم موازنة نفوذ واشنطن، وهو الدور التي كانت الصين مستعدة بشكل كامل للعبه، وباتت فعلياً أكثر نفوذاً وقوة من واشنطن على جميع الصعد تقريباً. ففي فنزويلا أدت العقوبات إلى تهميش الشركات الأمريكية، مما خلق فرصة مثالية للشركات الصينية لتوسيع نفوذها. أما في البرازيل فقد انخفض حجم التجارة بين البلدين إلى أدنى مستوى له منذ 11 عاماً، في حين ازدهرت التجارة البينية مع بكين. وتؤكد المجلة أن الدرس الذي استخلصه زعماء أمريكا اللاتينية بسيطاً وواضحاً، وهو أن الشراكة مع واشنطن تنطوي على مخاطر اقتصادية وسياسية كبيرة. في المقابل تعتقد المجلة أن أمام الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فرصة لتبني مقاربة بناءة أكثر إزاء نفوذ بكين المتزايد في المنطقة، وترى أن الأمر سيتطلب مجموعة من الخطوات، منها تجنب استعداء قادة أمريكا اللاتينية، كما سيتعين على الإدارة الجديدة التعاطي مع انطباع قبيح رسخته إدارة ترامب، وهو أن سياسة واشنطن مدفوعة إلى حد كبير بالرغبة في احتواء الصين بدلاً من دعم مسار التنمية الاقتصادية لدول المنطقة. تضيف مجلة فورين أفيرز أنه كلما بدت لهجة واشنطن أقل تهديداً، سيزيد قبول قادة أمريكا اللاتينية أن تطلع بدور الموازن للنفوذ الصيني، لذا يتوجب على إدارة بايدن أن تنأى بنفسها صراحة عن هذا النهج، لأنه شكل هدية قيمة للصينيين الذين يدافعون عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهو مبدأ تدعمه بقوة حكومات المنطقة.
قالت مجلة التايم الأمريكية إن لقاح شركة فايزر للوقاية من فيروس كورونا ربما لن يكون متاحاً للجميع، على الأقل ليس على الفور. وأضافت المجلة أنه من المرجح أن تمتلك المراكز الطبية الكبيرة الموارد اللازمة للتخزين شديد البرودة، لكن الأشخاص الذين لا يمكنهم الوصول إلى هذه المرافق مثل أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية ودور رعاية المسنين والدول النامية قد يضطرون إلى انتظار لقاحات أخرى قيد التطوير. تثير متطلبات التخزين الباردة لأول تجربة ناجحة على لقاح محتمل لفيروس كورونا تساؤلات بشأن من يمكنه الحصول عليه إذا حصل على الموافقة، ومتى؟ فلقاح فايزر يجب أن يظل محفوظاً في درجة حرارة 70 تحت الصفر، ولا يمكن وضعه في درجة حرارة أعلى أكثر من 4 مرات خلال رحلته من مكان تصنيعه إلى الأفراد الذين سيحصلون عليه. ويستخدم لقاح فايزر الذي لم توافق عليه بعد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لكن يقال إنه فعال بنسبة 90% في الوقاية من مرض كوفيد-19، مادة وراثية تسمى مرنا. وإذا لم يتم الاحتفاظ به في درجات حرارة شديدة البرودة يمكن أن تتحلل هذه المادة، مما يجعل اللقاح غير صالح للاستخدام. إذا تم الاحتفاظ بلقاح فايزر عند 70 درجة تحت الصفر يمكن أن يظل صالحاً للاستخدام حتى 6 أشهر، لكن العديد من المستشفيات والمكاتب الطبية المجتمعية والصيدليات لا تحتوي على مبردات يبلغ أقل سعر لها $10,000، كما أن تشغيلها مكلف بسبب استخدامها العالي للطاقة. ومن غير الممكن تعديل المبردات الحالية للوصول إلى درجات الحرارة المطلوبة لحفظ اللقاح، كما تقول بولا كانون الأستاذة في علم الأحياء الدقيقة بجامعة كاليفورنيا الجنوبية. المجلة تشير إلى أن توزيع اللقاح سيكون أيضا صعبا لأنه يجب أن يظل مجمدا كما أشار الزميل أثناء الشحن، لكن شركة فايزر قامت ببناء حاوية لتخزين يمكنها بمساعدة الثلج الجاف الاحتفاظ بالجرعات باردة لمدة تصل إلى 10 أيام أثناء النقل دون أي معدات تجميد إضافية. ماذا فعل الوزير والسفير السنغالي السابق أمادو تيجان وون؟ تخلى هذا السفير السابق عن وسام جوقة الشرف الفرنسي ووضعه تحت تصرف السفارة الفرنسية بداكار، وذلك من أجل شرف النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأضاف وزير الثقافة السابق في رسالة بعث بها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو أنه لا يتشرف بأن يتقاسم الوسام ذاته مع صامويل باتي المدرس الذي نشر صورا مسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام لأسباب عميقة ومقدسة كما يقول الوزير السابق، متهما ماكرو بالسعي إلى تحويل المتهورين إلى أبطال. وأوضح تيجان وون الذي عمل كذلك سفيرا لبلاده لدى كندا أنه حينما منح الوسام كان فخورا به وتشرف بالانضمام إلى الدائرة المرموقة لأولئك الذين تحتفي بهم فرنسا بجدارة على الرغم من تقلبات التاريخ. وأكد أمادو تيجان وون أن الدفاع عن الجناب النبوي سابق بالنسبة لي على ميزة غرور مؤقتة، فأنا مسلم وأردد الشهادة يوميا عدة مرات التي تؤكد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هكذا تكون المواقف المدافعة عن النبي وليس بعناق ماكرو والتربيت على كتفيه كما رأينا بعض الوزراء والمسؤولين. إلى الكاريكاتير لهذا اليوم.
بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم بعز وإلى اللقاء.